اختلقنا دجاجتين مع الباقة العطرية من ورق الغار والهيل القرنفل اللومي إلى آخره. استوي الدجاجات عندي، كنت ناقع 4 أكواب من الأرز، بعدين في طنجرة بديت في زيت وبصل وجزر وحبوب الكمون مع البهارات المشكلة، بعدين أضفنا الرز المنقوع والمغسول والمصفى، قلبناه، أضفنا الملح والفلفل الأسود، أضفنا من مرق الدجاج 8 أكواب، وبعديها طبخنا الرز على جنب، طلعنا الدجاج، عملنا خلطة مكونة من رب البندورة والكركم وخلطناهم ودهنا فيهم الدجاج وحمرناهم، دخلنا الرز بالطنجرة ودخلنا الدجاج داخل الفرن أثناء التحمير، وصحتين وعافية. لهالوصفة هاي بدنا دجاجتين، 4 أكواب أرز بسمتي منقوعة، 2 كوب جزر مبروش، بصل مفروم ثوم مفروم، وبدنا زيت نباتي، وبدنا كمان يا حبايبنا كمون وبهارات مشكل، زبيب جرامبري، فلفل أخضر وملح وفلفل ولوز للتقديم. يا راجل يا لوز جاهزين؟ وبسم الله الرحمن الرحيم، وعطول يا بطاها نبدأ بزيت نباتي وبننزل فيها البصلات. بسم الله، أيوة بطاها، أيوة يا بطاها، أيوة الله عليك. هون تبدأ الطبخ، وعطول راح أنزل بشوية جزر. هاي مستعجلة بوي، ما في فاتح التيربو، احنا ما في فاتحين التيربو، احنا ما في ابدا. وعطول بنزل لي بشوية فلفل اخضر حار، هاي حسب الرغبة طبعا. ربطها هيهن ننزل فيهم هون مباشرة. قطعهم كبيرة. طبعا، مشان ايش؟ انا بحب الفلفل مع الرز يا بطاها. ابو عون بالسعودية الرز البخاري كانوا الافغان شاطرين فيه. يعني الرز لحاله بتاكل 100%، ما تسمعش منه فعلا. هي عندنا هون شوي من الثوم ناخذهم مباشره، كمان بننزلهم وين؟ عندي عجنب هون، شو فيها بطاها؟ الدجاج مع البصل اللي مش مقشر. ايوه، دجاج مع البصل اللي مش مقشر. مش مقشرها عجن. لا لا يا زلمه، بدي اعطي لون للميه بطاها شوي. بعرفه يعني، اوكي. طيب انا عندي هون بصل، جزر، فلفل وثوم، والان بدي احط بذور الكمون. بذور الكمون هون بدي اطبخهم مع البصل حتى ينكهوا عندي ايش؟ ينكهوا هالاكله. وكمان في عندي بهار مشكل، ملعقه صغيره. بدنا نعطي شويه ملح يا ابو طه وشويه من الفلفل. اجراءاتك هو طبعا الفلفل لازم تكثر شويه فلفل عليها. مي هون عندي على النار شغال يا ابو طه، واموري كويسه. الريحة هذه، هاي الريحة طيبة يا أبو طه، هاي الريحة طيبة جدا جدا. والله أنت طيب، ما بتسوي إلا الطيب يا أبو. الله يسعد قلبك يا أبو طه. يعني بأمانة، أي نعم ختيار يعني، بس إنه يعني ما شاء الله عليك. طيب، عندي هون الرز منقوع جاهز يا أبو طه. رز بسمتي نقعناه، زبطناه، غسلناه، أموره كويسة وجاهزة. الآن على جنب بدي أعمل شوية خلينا نحكي للزينة. تمام. نزين يا أبو طه. تمام. فراح اخذ شوي من هالزيت هون، شويه صغيره من الزيت، وقطعه صغيره من هالزبده. نرفع النار شويه صغيره بس. تمام. هون اذا بدك اي مساعده احكي لي ترى. يا ابي محسن، انا يعني انت عارف. هون راح انزل بالرز الان، بعد احنا ما بلشنا نطبخ مجموعه البهارات والمطيبات مع الفلفل والكمون والبهارات المشكل والقطايب، هاي كلها نزلت تحت. عندي دجاج مسلوق، لما سلقت الدجاج يا ابو طه حطيت له لومي، ورق غار، هيل، بصل، ثوم، كله تمام هون، وصار جاهز عندي حتى اطبخ فيه الرز. بس الرز من الاول بدي اطبخه مع الجزر وهالمطيبات هذه، وكمان عندي فحم على جنب. في هاي الطنجره تدخين، في هاي الطنجره حضيف زبيب، وراح اضيف شوية جرامبري. هاي ايش هاي يا ابو جان؟ للوجه. لما اضيف الرز بدي اضيف ايش عليه؟ ترشش عليها من برا. ايوه، وهالجزر. تمام. هذا كله من الوجه ابو طه. تمام. نطبخه مع الوجه، نحطه مع وجه البخاري. لانه حلو يكون في جوا وفي برا يا ابو طه. بحيث ايش؟ انه يطلع الصحن متطابق. راح اضيف هون زبيب على الرز وشويه جرامبري على الخفيف هيك،
برضو كمان نحركه. أنا الرز معيره حط مصفاي وباخذ من هالمرق، هالمرق الطيب اللي عندي هون اللي عامل له 100 قصة أنا هون، وبنحط هيو الرز عيار. الرز عيار يا أبو طه، شايف طلع كم كوب راح تحط؟ لا أنا حطيت 4 بتحط 8، هاي 2 هاي 3 هاي 4 6 6 7 هاي 7 8 ومن شان لحيتك الغانمة حط لنا كمان يلا زيادة البياع. أيوة يا بطاها، شوف أنا دائما بعطي وصفاتي بالأكواب. أعطي كوب بطلع عندك الأمور طيبة ممتازة، تمام تطلع عندك الأمور لوز. شايف يا بطاها؟ لأن الرز هندخنه بس مش الآن، فيما بعد بنخليه يغلي شوي بعدين بنهدي عليه النار. الآن بدي أخذ الدجاج وأحمره. الدجاج الآن طيب. هسا سؤال، الدجاج لحاله رح يتدخن ولا الرز كمان رح يتدخن؟ الدجاج وندخن الرز. اوكي. حندخن الدجاج جوا الفرن وندخن الرز جوا الطنجرة. تمام. فأنا هون يا بطاها شو عامل يا أخوك؟ عامل خلطة مكونة من رب البندورة والزيت والكركم. أيوه، رب البندورة والزيت والكركم، أدهن فيه الدجاج. تمام. بيطلع الدجاج ذهبي. ترى أنا ما بخبي أسرار نهائياً على الناس. والله يا ابو عون بتبسط الامور صراحه دائما، يعني هذا اقول تربت هذا كثير من يعني السيدات الفاضلات ممن التقيهم يعني بيحكوا لي مشان الله اقول ابو عون يخف شوي ببسط الامور للازواج، انها الامور بسيطه جدا. شم الريحه مطيبه هون، طلع شم الريحه مطيبه هون. شوف هذا نحطه على وجه الرز. تمام. الرز عندي وين بلش يغلي؟ بدنا نهدي اللعب عليه شوي. ليش؟ حتى نعطيه مجال للرز انه ينضج براحته. هاي حطيناه على اقل درجه، حنسيبه شوي حتى ينضج. باخذ الان هجاج المسلوق، فرني مسخن وجاهز. شوف دجاج محلاه، انا ناقعه بالمي والخل قبل الطبخ. بعدين طبخ. شم الريحه. شيء بشهي النفس طلع. بالفعل. ما في زنق، ما في شيء. هون كمان؟ طبعا هيل لومي ورق غار بودره وحب، وحاطط كبش قرنفل. ورق غار، يعني هاي الشغلات تعطي بسموها باقة عطرية. صحيح. عطر الدجاج. صحيح. أحرك لك هون أبو عون. الخفيف حرك. أيوة يبي محسنك. قرف عيدان يا سيدي. حاضر اختيار. هذا الختيار إخواني اللي هم بالاستوديو رهيب رهيب. الدجاج بعد ما يتحمر الحين ندخنه جوا الفرن يا ابو طه، ونحمر كمان ونبخر الرز جوا الطنجره. بكفي يا ابو طه، اطفي عليه اخوك. هذا يكون للزينه فقط لا غير. الان هاي المرقه اللي ظلت عندي هون شو بتسوي فيها؟ نستخدمها تتبرد، تنحط بكيس، تنحط بتبروير، تستخدم يعني بالفريزر. بدي اعمل شوربه فريكه، بدي اعمل شغله فيها على طول على طول. هسه الدجاج شو بسوي فيه الدجاج؟ مشان نقعده. ها هاي قعدنا دجاج. هاي الكفة الأولى بنطلعها يا عيني، شايفين؟ مشان ما نتغلب. الله عليك، انتهى الموضوع، صرنا لابسين كفوف جديدة. ايوه. بنيجي هسا على الخلطة اللي عملناها اللي هي رب البندورة. هاي كمان شوية فلفل أسود عليها، هاي كمان شوية ملح، وحطينا كركم ورب البندورة وزيت، شوية مي، ملح وفلفل، وباخذ بدهن فيها هالدجاج. في مقادير معينه ولا هيك انت؟ البركه ولا مقادير ولا شيء، اخلط. انا تكون بدها تكون هيك لين شوي، لين طبعا مشان تمشي معك على الدجاج، لانه بدنا ننتبه انه البندوره على التحمير بيعطي لون. المكون الرئيسي تبعها اللي هو رب البندوره. نعم هو الاساس، وبتضيف عليك منكهات انت بجوز يمكن حسب الرغبه نوعا ما. نعم. او انت كيف بدك اياها بالطعم. ايوه، اهم شيء بس ايش؟ يكون معها كركم. كركم بيعطيك لون حلو على التحمير. فرني جاهز، راح ندخل على الفرن. بعدين لما يتحمر الدجاج راح اطلع الفرن وادخن الدجاج جوا الفرن. يلا يعني شوف منظره هيك من دون شيء، شوف كيف سامح لها طلع. وكيف بعد لما نحمرها هسه احنا شغال الفرن؟ طبعا. الله عليك. لا يا بطاها، افتح الرز. شوف الرز شو صار فيه. الرز هيو يا عيني عليك.
بعد شوي بندخن الرز بس خليه ينضج شوي. ويتنشف يعني عليك شوي. احنا هون صرنا جاهزين هاي كثير الناس. ناس نوال الديسي بتحكي لك بدها تسوي اليوم البخاري على طريقتك سويه رح تنبسطي كثير كثير بهالطبق البسيط والسهل وانا بحاول اعمل كل سبت انا اطباق هيك بنحبها احنا شغل عيلة للرز يعني بنحاول نبعد شوي نحاول نعمل هيك اطباق بيتوتية يعني مسخر عندنا الاسبوع اللي فات قبلي شيش براك واي اطباق بدكم اياها اطباق شعبية يعني يوم السبت كمان تحديدا شوف احنا المنظر هاي شوف هاي لما تيجي على الرز هاي من فوق على وجهها تطلع حكاية صحيح. الرز وضعه عندي هون ايوه الرز الان لازم ندخن اموره تمام الرز الان يا ابو طه لازم ندخنه ورايحين ندخن الدجاج بعد شوي خلينا ناخذ نجيب الفحمات بسم الله ما شاء الله عشت يا عبد الله يا رحاء يا عبد الله والله انك نواره يا عبد الله والله انك نشمي اقسم بالله انك نشمي جد يا عيني يلا هاي فحماتنا صاروا جاهزين جيبوا يا ابو طه ايوه طيب ناخذ لنا هيك نقطتين زيت زيتون او زيت نباتي تكتب والله زيت زيتون اطيب اطيب يلا زيت الزيتون اطيب يا ابو طه تفضل بسم الله الرحمن الرحيم بس اعطيه مجال اول شيء يولع ايوه استنى 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 ابو طه استنى ابو طه يلا يا ابو طه يا عيني عليك يا ابو طه الله الله ايوه الله. احنا هيك امورنا صارت جاهزه دجاج بده يتحمر وراح قبل ما نطلعه ندخنه ونسكب بعديها ندخنه بالفرن بعد اكيد طبعا تمام يلا بدنا نروح ندخن الدجاج يلا اول شيء لازم نطفي احنا طبعا دخلنا الرز هون بالطنجره حندخن البخاري عفوا الرز هون دخلناه الدجاج حندخنه بالفرن طفينا على الفرن تمام عندي شويه فحم هون وشويه من هالزيت بسم الله الرحمن الرحيم ايوه دير بالك بس يكون الصحن لا توكل على الله توكل هاي بدنا ندخنه هسه جوا الفرن تمام خلي يدخن روعة شوف الدخان عندنا هون هسه بتشتغل الدخان هون بتشتغل تبعات تخيل في شوف الدخان جوا الفرن شوف الدخان جوا الفرن يا طلع 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 روح يا رواش رواش هاي لقطة تاريخية لك شارك مع عبد الله بالاوسكار هاي الدخان جوا عم بتدخن كل شيء تمام احنا خلينا نسكب هسه شو رايك يلا خلينا نسكب بسم الله هاي امورنا احنا ممتازة دخلنا الفرن جوا الفرن ودخلنا بالرز وصار في نكهة بخاري مدخنة عندي 100 هسا اكيد ابو عون رح يعيد لكم الطريقه من طقطق لسلام عليكم كيف بلش بالبخاري وصولا لهون بسم الله تمام رح اطفيها ابو شوف هالرزيات محلاهم طلعوا هاي رزياتنا البخاريات مدخنين يا سلام مع الجزرات الزبيبات يا سلام يا سلام والله صرنا اثنين هاي رزياتنا صاروا جاهزين وامورنا تمام وجاجنا جوا دخن وكمان امورنا كويسه الان نفرد الرز اول شيء بدنا ناخذ لنا شويه من هذول يا ابو طه نحطهم وين زينه على وجه الرز بس نحط كمان فوق الدجاج احنا هاي عنا هون الزبيب والجزرات يا ابو طه حط لنا كمان شوي من هاللوز يا سلام هذيك راح هذيك الايام شو بدك فيها؟ ايوه ايام نروح الان ايام الصبر هذيك ايام الصبر راحت ايوه 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 الله هاي دجاجنا كمان صار جاهز يا عيني. الدجاج الذهبي طلع هذا هو محمر ومقمر بسم الله الرحمن الرحيم يا عيني يا عيني يا عيني محل لون الدجاج كيف طالع معنا لأنه استخدمنا البندورة يا حبيبنا واستخدمنا الكركم هاي امورنا احنا هون صارت جاهزه الان
زين 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 خذ لا خذ 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 طيب بس بجيب مساكه بدي اياك يا قطان اخوي بدي اياك مساكه وانت اجراتك ابو عون الان بنكمل بنحط الجزر وهالزبيب كمان عليها طبق جدا رائع وبسيط جربوه بالدار وهي كمان هاللوز عندنا هون هاي طبقنا الاول لليوم طبق البرياني المدخن مع هالنكهات الطيبه